أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الاثنين الموافق 22 مايو 22 أيار 2023. النهاردة هيبقى فيه شوية توتر ممكن يبتدي يتخلق في اليوم ده، وهتبقى قلقان حتى على نفسك بشأن التطورات اللي بتحصل حاليا ليك في حياتك. هيتعين عليك انك تخط خطة واضحة لكل تطورك، ومش هيأدي تدخلك إلا إنك تحسنها أو تنجح فيها أو العكس صحيح. هتديلك شوية وقت عشان تتطور تطور طبيعي وتنتهي من كل الحاجات اللي قدامك. هتعقد النهاردة اجتماعات واتصالات مع أشخاص، سواء من دايرة شغلك أو أشخاص بيقربوا لك. كل الأشخاص اللي بتربطك بيهم اهتمامات اجتماعية أو عامة أو تجارية مشتركة بالنسبة ليك. هتعرف تفتكر النهاردة لحدث أو تجربة مثيرة للاهتمام ومصيرية ليك. كل الأشخاص النهاردة هيتوقعوا يوم فيه ركود أكتر وتطور بطيء لكل شؤونك. هتبقى تحت تأثير عبور القمر في برج السرطان اللي هيجيب ليك كتير من المشاعر الخفية للسطح، هتبتدي تظهر مرة تانية، وهتبقى مرتبطة بشكل كبير بكتير من الصدمات العاطفية القديمة. هتكون الأيام السعيدة جاهزة عشان تتخلص من كل الاستياء اللي ممكن تبقى بتلاقيه موجود عندك. هتتأثر مع العبور ده بأحداث كتيرة من ماضيك في حياتك فيها نواحي كتيرة جدا. من خلال الأيام دي هتبتدي تحس بأننا أكتر رقة وأكتر ضعف. ممكن يكون ده سبب لكتير من الناس عشان يوضعوا حاجز ما بيننا وما بينهم عشان يحموا نفسهم من أي تأثير سلبي محتمل. هتزداد رعاية الأطفال والأشخاص اللي بنحبهم بشكل كبير جدا لغاية ما نحس بالحرية في أننا نعبر عن كل مشاعرنا. هنعاني من فرط في الحساسية غير مرغوب فيه. هنبتدي نحس بأننا بعيدين جدا عن البيت لسبب ما، وهنعيش بشكل معزول أكتر عن كل الأشخاص اللي حوالينا. في إحساس متزايد عندنا بالحنين لماضينا، والسمة دي هتعتبر مميزة جدا في الأيام الجاية بسبب المشاعر اللي ممكن تخلينا نعيط على أبسط الأسباب. هنرجع مرة تانية لكل ذكرياتنا اللي هتبقى متعلقة بحب قديم أو صديق قديم. الوقت ده فيه حساسية واضحة، هيكون عندك الناس بشكل عام فيهم تعاطف خلال الأيام اللي جاية. هتستغرق منك الوقت نفسه وقت واضح عشان نستمتع بهدوء وسكينة بالقرب من البحر في اليوم ده، والاستحمام الساخن هيبقى أداة مناسبة لينا جدا عشان نتمتع بحياتنا ونستمتع بأننا نغذي روحنا بشكل إبداعي أكتر من خلال رسم أو غناء أو عزف أو حتى كتابة. هنعرف ننشط كل الأشخاص اللي حوالينا من خلال أننا نديهم هدايا، حلويات، حتى نباتات هتبقى واضحة جدا عشان نضيف البريق ده ليومنا. الوقت النهاردة مناسب للشغل في حديقة بتخصنا أو حتى مشاعر ممكن تبقى بتهمنا. هنرجع لذكرياتنا اللي هتبقى متعلقة بحب قديم في حياتنا. الوقت يبقى فيه حساس جدا لما يبقى فيه تعاطف أكتر من خلاله. هناخد شوية وقت فيه هدوء تعلق واضح بالناس النهاردة، وهنعرف ننشط نفسنا بشكل كبير جدا جدا. حتى يومنا مناسب حتى لو حبينا نشتغل في الهواء الطلق.